قوتك في وجه التنمر انك تبقى نفسك قوي وتبقى ثابت جدا في ده. صحيح. بس مثلا عملت حاجه بالنسبه لي غريبه جدا عكس ده. ايه؟ قواعد ظهور المحجبات في برنامجك. ما هذا؟ هقولك بقى ازاي صاحب الفكر ده والتجربه دي بس ده مش تنمر. اللي تعرض لده يفكر بالشكل ده. هقولك هو كذا حاجه حصلت وكانت اخر حاجه حصلت كنت في باريس انا واصحابي مره من سنه ونص وقاعدين بنتعشى في مكان فالجرسون قاعد يتكلم معانا هو ولد من البرازيل والريستوران ده بيجي مصريين كتير فيه فقال لنا انا عايز اسالكوا سؤال اتفضل قال انا لاحظت حاجه ان الستات العرب اللي بيجونا مصريين والعرب اللي بيجونا بنلاقي ان الست المصريه بتبقى لابسه حجاب بس لابسه هدوم مكسمه جدا وحاطه ميك اب كتير قوي وهدوم مش عايزه يعني انت فاهمه قصدي والناس فاهمه قصدي وبنلاقي من دول اخرى اسلاميه المحجبات بيخشوا لابسين عبايه مش حاطين ميك اب هو انتوا ايه؟ انت بتشجع العبايه؟ لا ما اصل في العبايات الجديده دي حلوه قوي المودرن دي اللي عليها مش كفتان, كفتان يعني لا مش كفتان, لا كفتان العبايه السوداء السوداء خالص دي؟ اه لا. لا 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 اللي عايزه تلبسها هي حره بس انا ماليش دعوه فانا ساعتها اتصدمت من كلام الولد يعني وكسفت وغيرت على ستات بلدي وغيرت على صوره السيده المسلمه وابتديت اركز فبقيت الاقي عندي في البرنامج بتيجي عمري ما هنسى واحده ديزاينر جايه ولابسه بنطلون ستريتش ومدخله بادي من جوه ولابسه بوليرو اللي هي الجاكيت القصيره وحاطه رموش ثلاث طبقات وحجاب انا شايف ده منظر غير لائق انه يظهر حريتها ولا لا حريتها بره برنامجي مش هطلعها ده على الشاشه عشان حد بره يقعد يقول بصوا ستات مصر شكلهم ايه او بصوا ستات المسلمات بس مش هي المسؤوله إيه؟ عن شكلها لا بس وهي المسؤوله عن نفسها وعن صورتها انا برضو وعن اختياراتها وانا مسؤول على شاشه برنامجي ان مش هطلع حاجه انا شايف انها هتضر سمعه ديني وسمعه بلدي مش هعمل كده السمعه الديني دي انت كبرت الموضوع لا 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 طبعا سمعه ديني ما واحد زي ده يجي يقول لي انتوا ليه ستات المسلمات في مصر بيلبسوا ستريتش ما هو برضو هنرجع نقول ان بنفس المبدا ده ممكن شخص اكثر تشددا واكثر تحفظا منك وتدينا بقى وكده يقول عنك كلام مشابه يقول. احنا كده فتحنا باب لا لا بص الوصايا والتقييم انا مش وصايا ولا تقييم انا بقول لها انت بره البرنامج اعملي انت عايزاه بس انا مش هطلع اصل انا بعاني حبيبه قلبي انت شاشه بيتفرج عليكي العالم كله انا مش عايز حد يقول على بغير على ستات بلدي وعلى ستات ديني طب انت عارف انا هسكت امتى او كنت سكت امتى لو انت قلت لي صوره برنامجي براند برنامجي المنظر العام لبرنامجي بس ستات مصر اخاف عليهم وديني ايوه طبعا انا بخاف يعني انت حصرت الاسلام والدين والحجاب كفرد في شخص لا انا قلت في شخص لابس بشكل بصي 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 انا ما بقولش الحجاب فرض اصلا بالحجاب. انا ما بقولش الحجاب اصلا فرض ولا مش فرض ده مش انا مش شيخ وماليش دعوه بده خلاص ايه ده على كده انا بوافق ان واحده تطلع في برنامجي لابسه قصير وكت لانها مش رمز لشكل معين من السيدات المسلمات وانا شخص بغير على ديني وبغير وعايز اقول لك حاجه انا شخص بيغير على ديني وانا شيخ نفسي ما انت كده عملت شيخ عليهم يعني لا لا ده كلام شيخ لا 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 مش كلام شريف المتحرر انا متحرر بتاع المرأة بصي انا متحرر جدا بس انا مش عايز حد يتريق عليهم انا الناس بتتريق عليا فعارف التنمر لو حد شخصيته مش كويسه هيبقى ايه انا مش عايز حد من دول اخرى او من العالم الغربي يتريق علينا انا ضد ده هو ممكن يبقى مش ذوقي ممكن ابقى انا عمري ما هعمله بس ده مش معناه ان انا احكم على اللي بيعمله او اكون واصي على اللي بيعمله او ارفض ان غيري يعمله لانه انا مثلا مؤمنه انا بفستاني ده مش من حق حد يجي يقول لي فستانك مفتوح طبعًا ولا مقفول طبعا طبعا انا لا اقبل من مخلوق حاجه زي دي وبالتالي
مستحيل أقول لشخص أنت لبسك كذا، لأنه أنا مؤمنة أن لبسه ده اختيار شخصي بحت بيعبر عنه جداً. وأنا معاكي في ده لغاية حتة الحجاب. أنا عندي مشكلة مع منظر يعني أنا بعمل فاشن شوز في البرامج عندي وبختار وبقول للديزاينر المودلز هيبقوا لابسين واسع مش ما هو لا يصف ولا يشف، فلبسيهم لي فضفاض تقولي أوكي بس. والناس دلوقتي بتتكلم بلغة الشيخ يا شريف. أم خلاص بقى شيخ أنا شيخ شريف، أنا شيخ نفسي بجد، لأن أنا مع كامل احترامي أنت كده شيخ الضيوف. شيخ الضيوف بقى زي ما تقولي. أنا مع كامل احترامي لكل شيوخ الدنيا أنا ما بسمعش الشيخ لأي شيخ خالص، ما فيش. أنا بس ليه؟ عشان أنا بقرأ. عشان أول كلمة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ مهرجان القاهرة لما الفنان حسين فهمي كان بيرقصه وعمل دريس كود. ما أنا عامل دريس كود برضو كده. طلعت انتقدت؟ لا ما انتقدتش. واتضايقت؟ ايوه. لا بجد؟ والله قلت ايه؟ طلعت انتقدت وقلت يعني ايه دريس كود وليه دريس كود؟ لا لا لا، انا في ممثله مش فاكر اسمها كانت لابسه على حاجه عليها صور فنانات او فنانين، انا كنت شايف الفستان حلو فاتضايقت ان هم منعوها من الدخول، بس ده انا فاكر ده تعليقي. وانا عملت طب انا هقول لك حاجه، بس وقتها انت طالبت انه الفنانات يلبسوا زي ما هم عايزين. أيوة وقتها أيوة. بيقولوا ان الفنانات يلبسوا مقفول شويه ويبقى لبسهم لا لا محتشم لا لا. وفساتينهم محتشمه. دفعت عن حريه الفنانات ما أنا في ملابسهم. ما ايوه ما انا مع انا يعني بدافع الفنانات على او المحجبات. لا يا شريف يا لهوي. ايوه طبعا، لانها اختارت خلتني نطقت بالبلد. لان هي اختارت ان اللي بتختار تتحجب، يعني هي بتختار انها هي بتختار تتنازل يا شريف عن جزء من جمالها تقربا الى الله. في نساء بالحجاب اجمل من اي امراه بشعرها يا حبيبتي. ما هي المفروض المحجبه ما تبقاش ملفته. الحجاب بيزيدها جمال وبيخليها ملفته. هي أكثر. هي المفروض ما تبقاش اللي بتتحجب المفروض بقى مش ملفته. مش ملفت يعني ما ينفعش اروح فرح الاقي واحده لابسه بادي لون الجسم وعليه فستان كتف وكتف. احكامك دي احكام شريف. انا بالنسبه لي ده لا، عمري ما تخيلت ان شريف يبقى عنده احكام على مش في الاول خالص. قلت سي السيد وطلعت او سي دي. انا عرفت هو السيد ده جاي منين. طب قولي على مهرجان القاهره، دفعت عن ان دول فنانات والفنانات لازم يبقى عندهم حريه يلبسوا اللي هم عايزينه. انا مع حريه ان كل الناس تلبس اللي هي عايزاه الا المحجبات. مش الا المحجبات. لا المحجبات تلبس اللي هي عايزاه بس ما لا يصف ولا يشف. ايه المعضله في اللي انا بقوله؟ يعني انا عايز طب افرض يا شريف محجبه لبست ما يصف وما يشف ونزلت مشيت بيه في الشارع. هي حره. احنا مالنا؟ هي حر. ما انا مالي، انا مش هقول لها انت ازاي عامله كده، بس مش في برنامجي. بس قول لي كده. ايوه وبعدين انت برنامج اسمه كدا. شارع يعني تتحمل فيه كل اللي بيعدي. انا هقول لك حاجه، انا ساعات بيجي لي مثلا ابطال بنستضيفهم اللي هم البادي بيلدرز وكده، فبيجيبوا صور للبطولات بتاعتهم. انا بعمل كروب للصوره. ما بترضاش تحطه وهو؟ لا طبعا، انا شايف ان ده ما يصحش. يعني برضو وساعات يعني هو دي اول مره نقولها ان في ساعات صور وبيزعلوا جدا، يقول لك اصل على ضرات الرجل. اقول له لا ماليش دعوه، ما اقدرش اطلعك بالمنظر ده على الشاشه في برنامج. بس دي مفهومه أسري. دي مفهومه، لان انت برنامج موجه للاسره والطفل، ولانه جمهورك سيدات مش هطلع لهم حاجه كده. ما يصحش ان انا سيده قاعده قدام الشاشه بتفرج على برنامج معمول لي مخصوص ابص الاقي عضلات راجل طالعه لي. وما يصحش برضو ان انا ابقى مطلع واحده انا زي ما انت قلت محجبه وضيقه بتشف وترف. لا انا ما بحبش يعني. بصي الحته دي حساسه قوي قوي. انا حاساها حساسه عندك قوي. مستغرباها لاني عمري ما شفت فيك بغير عليهم. لا انا بغير عليهم. انا بهزرش والله سيريسلي. انا بغير عليهم بس. وبالذات انا اتوجعت قوي لما الواد اللي في فرنسا ده قال لي كده. انا كنت قاعد عطق. تربيتك كانت فيها لا خالص. لا 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 على فكره امي كمان قالت لي انت ما كانش المفروض تقول كده. بس لا انا مقتنع ان انا بقول كده عشان ابقى غير عليهم وعلى شكله، ومش عايز حد يتريق عليه.